مساء الخير وأهلا بكم إلى نون النضال. شعرنا بالعجز جميعا عندما بدأت إسرائيل ترتكب الإبادة بحق غزة والعالم يقف متفرجا. بعضنا بقي مكبلا وبعضنا الآخر وجد في الإنتاج والعمل ملاذا. 48 قصة عن اللجوء الفلسطيني هو العمل الذي أجبرته غزة على أن يخرج على أيادي سيدات فلسطينيات. أنجزنا كتابا أرشيفيا يحاكي التاريخ ويحفظ الذاكرة. ما هي تلك القصص؟ إنها حكايات عائلات فلسطينية، حكايات الأجداد والآباء الذين ولدوا وعاشوا في النكبة. صفحات تقلبها كأنك تقلب سجلات مدنية، صور عائلية ووثائق ثبوتية، جوازات سفر فلسطينية وحكايات من مدن فلسطين. لماذا نخصص الليلة في نون النضال حلقة لهذه الذاكرة؟ لأنها ببساطة أغلى ما نملك وأغلى ما تملكه أجيال الفلسطينيين المشتتين في بقاع الأرض. حكايات ستبقى شاهدة على ظلم حل بشعب لم ولن ينسى. نستقبل معنا في نون النضال الليلة ديما العلمي، وهي خبيرة تعليم ومؤلفة فلسطينية، مؤلفة كتب أطفال تحديدا فلسطينية. وديما هي صاحبة فكرة هذا الكتاب، تنضم إلينا من عمان. مساء الخير ديما وأهلا بك. كما نستقبل من عمان سهى الخطيب، وهي مؤلفة مشاركة في هذا الكتاب، لديها طبعا قصة عن عائلتها. ومن لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية رمزي دواني، وهو أيضا مؤلف مشارك في الكتاب. أهلا بكم. Have you ever lost someone so close to you? Did you ever have that feeling? It's so suffocating to even think about. I think to this day I'm still healing. It doesn't hit you truly till you visit the graves and see the names on the tombstones, the shock on your face. All the memories are now just letters on a stone. Everybody, somebody is now a body all alone. I lost my grandparents. I lost my direct connection to my land. I lost the only ones that experienced it all firsthand. I wish I asked more questions and really listened to every story. I remember every detail, but I want to memorize their glory. They hadn't been there in years, but it really was true love. They made me feel I was there. The image painted was strong enough. I can draw the garden described and even smell the jasmine flowers. I can imagine sitting with Teta as she read coffee cups by the hour. You had to have a charismatic mind and a heart filled with soul. It made me feel I can be whatever I want. She said a woman is a powerhouse, no matter the front. Her name's Hikmiye. جدو nicknamed her Hikim, but her humor is what shines through this voice note. Just listen. أنا شفت صورتك مع صاحباتك بتجنن، ويا عيني شو حاطة حمرة، أنت بتجنن كمان وكله تيتك. So to our grandparents, parents, grandparents, we will fight to bring you ease. As you lay underneath the soil that will one day be rightfully freed from the plant to the seed. ديما فعلا مذهل العمل الذي قمت به. نحن نتابع يعني بعضنا على السوشيال ميديا، وانا اعرف في بدايه 7 اكتوبر كيف كانت حالنا جميعا، كنا في حال فعلا من الضياع. اريد ان اعود اليك او معك الى هذه الايام الاولى بعد 7 اكتوبر. صفي لي كيف عشت الأيام الأولى لهذه الإبادة. لأنا أول شيء شكراً كثير على الاستضافة. ثاني شيء هذا السؤال كثير مهم، لأنه أول ما بدت هذه الإبادة أنا كان عندي شعور بالعجز، شعور بالقهر، شعور بالخوف، بالقلق، بالإحباط. ووصلت مرحلة أنه صرت عدم القدرة بالإنتاج. حسيت إنه ما بقدر أنتج، ما بقدر أبدع، ما بقدر أعمل أي شيء، بس إني أحضر على إنستغرام إيش عم بيصير بهاي الإبادة وأتساءل إيش أنا ممكن أعمل، كيف ممكن أنا أتدخل بطريقة إنه أحس إني أنا عم بعمل إشي بحق هدول الأشخاص اللي هم مثلي، اللي عم بتاكل حقهم، اللي عم بيقوموا بقتلهم، بجرحهم، يعني بكل هاي الطرق. فكان هذا الشعور هو الشعور الكبير أو الأكثر اللي عندي موجود عندي، لحد ما حضرت أنا فيديو من صالح الجعفراوي كان بإحدى المستشفيات بغزة،
وكان في عجوز حجه هاديه مصابه بالمستشفى، وكانت مصابه ولكن كانت مليئه بالحب، والحب كان مش بس هيك بنبع على حب وطنها، بس كمان حب لشعبها، حب للاشخاص اللي حولها، مع انه هي كانت عجوز، كانت مصابه، كانت مضطره تترك بيتها. بس لاحظت بهاي الفتره وانا عم بطلع هذا الفيديو انه كان فيها قوه كمان، وقررت بهذا الموقف اطلع بدقه على هذا الفيديو، وشفت لاحظت شيئين. اول شيء الحب الموجود عند حجة هادية، وثاني إشي لاحظته إنه كانت ماسكة معها ورقة، وهاي الورقة بتحدد إنه هي مولودة بطول كلام بطول طول كرم ب 44. ولاحظت هنا إشيين. أول إشي أنا لازم أقول مثل الحجة هادية، حجة هادية مع إنها مصابة بس قدرت تحط كل الطاقة تاعتها بالحب وتعطي الأمل للأشخاص اللي معها بالمستشفى، فأنا قررت أستخدم كل المشاعر اللي أنا عندي إياها وأحطهم بإشي أنا بحبه. أنا بحب الستوري تيلينج، هو طرح القصص، فقررت هاي أول فكرة إجتني. وتاني فكرة إجتني إنه أنا كتير مهم إني أنا أبدأ أؤرخ هذه القصص لأشخاص مثل الحجة هادية اللي هم من للأسف بآخر عمرهم هلأ، يعني لأنهم مولودين قبل النكبة، فلازم حدا يؤرخ قصصهم. وهون إجت فكرة إنه أنا لازم أؤرخ قصص أجدادنا وأجداد أجدادنا من خلال إشي أنا بحبه وهي الكتابة. حلو إنه حولتي هذا الحزن إلى أمر منتج، إلى عمل منتج، إلى عمل تحفظه الذاكرة. يعني هيدا أهم شيء صراحة، إنه تبقى هذه الذاكرة حية رغم كل ما يحدث ورغم كل محاولات إسرائيل لطمس الهوية. وبما أنك أتيت على سيرة الحاجة هادية، طبعا هي استشهدت يعني للأسف، وأنتوا أهديتوا الكتاب لها، ونحن نعلم كل قصص 48 من الأجداد. وكثير عندما تفتحين صفحات الكتاب يعني تبدأ رائحة الأجداد ديما دغري، بتحسي هيك أنه أنت ذهبتي إليهم يعني. وأصريت، وأنا حبيت شغلة في الكتاب مع أنه هو كله بالإنجليزي، بس كتبته سيدو ستي، يعني كتير استخدمت، أبقيت على التعابير الفلسطينية كمان. هلأ عبالي أحكي أكثر عن تفاصيل التعبير والرسومات وكل ذلك، بس أنا كمان معنا يعني سهى الخطيب، أنت مؤلفة مشاركة بالكتاب ولديك قصة شخصية ب 48 كمان، قصة يعني جدك روح الخطيب من القدس. خبرينا عن عائلتك. أنا يعني عبالي أعرف في بداية هذه الحلقة أكثر عن تاريخ عائلتك، عن أهلك، عن أجدادك. أكيد، أهلا وسهلا. طبعا بتشرف أني أكون معكم اليوم. جدي روح الخطيب دائما اسمه كان يعني مربوط بأمين القدس. هو كان طبعا أمين القدس من 1957 لغاية ما توفى لل 94. نحن عائلتنا بيت الخطيب ترجع 800 سنة لورا. فسرينا سهى شو يعني أمين القدس للي ما بيعرف. أمين القدس يعني هو كان لقب رئيس بلدية القدس، بس هن غيروه لأمين القدس، فهو كان مسؤول يعني عن البلدية، عن أمانة القدس يعني. فبحكي لك إحنا عائلتنا ترجع لورا 800 سنة تقريبا بالقدس عايشين. وبعدها السيدو يعني طبعا أبعد للأردن لعمان. عائلتي يعني جدي اتجوز تيتا وجابوا 4 أولاد منهم والدي وعمي، وعندي كمان عم وعمة توفت جديد يعني. وكلياتنا عايشين بالأردن هلأ حاليا نحن. وحبيت كتير أشارك ديما بهذا المشروع، حبيت أشارك قصة صيدي كونه كان من أوائل المبعدين عن القدس سنة 67، وحبيت أرجع أحيي ذاكرة سيدي وأحيي ذكراه من خلال هذا العمل. حلو. وحتى رجعت أعمل صفحة على الإنستغرام عن أعمال جدي لحتى نقدر نعرف الجيل الجديد عن هدول الشخصيات الفلسطينية اللي كانت يعني زمان موجودة ولهلأ يعني بحب تضلها موجودة بيننا يعني. حلو سهى.
يعني أنا بلا أعرف أكثر كمان كيف اكتشفت تاريخ العائلة وكيف بدأ تاريخ العائلة يصبح مفهوما أكثر بالنسبة إليك. بس قبل بدي أروح عند رمزي وأيضا أعرف قصة العائلة. أنت يعني أيضا جدك هو دكتور حنا دواني من حيفا، فأخبرنا عن العائلة، أخبرنا عن عائلتكم، عن هو دكتور يعني كمان، فشو كيف تعرف قصته وقصة التهجير من 48؟ طبعا شكرا كثير للفرصه ان نخبر القصص عن عائلتنا. على فكره بدي اقول شغله بس طبعاً. حنا عفوا بعتذر رمزي، هلا كثير رح غلبت على فكره بين حنا ورمزي يعني، بس بدك تعذرني. خي اسمه حنا لانه جنيك. فبس بدي اقول شغله، احنا نون النضال هو برنامج نسائي بامتياز، ونحن يشرفنا يعني منرحب فيك معنا انه عنصر يعني رجل معنا بالحلقه. فاهلا بك، يعني هيك دائما بيكون لما يكون في معنا رجل بيكون مميز الحلقه اكثر يعني، فتفضل. شكرا لك، شكرا كثير على الفرصه، انه كمان دائما أهم شيء بكل هول القصص إنه كل شيء اللي عم نجرب نعمله لشعبنا بفلسطين اللي هلا بغزة تحت الاحتلال، وطبعاً بين كل فلسطين محتلة، وألف تحية لجنة وألف تحية للمقاومة. وطول عمري أنا كنت جرب أتعلم على عائلتي، وفي إشي كتير صعب عندي بالعائلة نتعلم على تاريخنا، إنه في كتار على صغير. جدي حنا توفى لما بيي كان عمره سنة، فكتير قليل نعرف شو عنه. وبيي عنده أخت اسمها ريما وخيان وليد وبولوس، هن بيعرفوا شوي عن العائلة، وكنا دايما نجرب لقي إشي على جوجل أو لقي إشي بال الاركايفز اونلاين تلاقي قصص عن عائلتي. فتش على دواني، طول عمري كنا نعرف انه دواني، وكنا نفكر ان دواني عائله صغيره ما في دار منهم ومن حيفا. حتى لما مره كنت عم بشوف اونلاين لقيت على اي باي البزنس كارد تبع جده لبيي، في واحد بتل ابيب عم ببيع اشياء تياب وراء العالم الفلسطينيه اللي تاجروا من زمان، فلقيت هيدو مكتوب عليه انه هو من حيفا. بعد ما تعلمنا شوي اكثر تعلمنا انه عائلتي اصلا من رفيد نابلس، وطلع عائلة دواني اكبر في كثير من ما عرفت. فتحت فيسبوك حطيت نابلس دواني، لقيت يمكن 1000 شخص يمكن يقربني اللي ما كنا نعرف. كمان فعائلتي جدي حنا كان بالأيوبي ببيروت، كان عم يدرس إيمونولوجي، وأخته الصغيرة كانت بحيفا مع عمها وعمتها لأنه أهلهم توفوا لما هم كانوا صغار. فبـ 48 يعني كانوا يسمعوا قصص إنه في عصابات جايين عم يقتلوا العالم، بس عيني جايين. ولما وصلوا على بيتهم بدون دقيقتين يمسكوا أغراضهم ويطلعوا من البيت، وحطون وصلون على البحر بالبوتس وبعتون على لبنان، وصلوا وصاروا بلبنان. في قصة حتى ما حدا كان عارفها قبل ما بلشنا نشتغل على قصة للكتاب، في عمه لبي اسمه الياس، هو كمان توفى عن صغير، ولاده ما كانوا عارفين هالقصة. بس لقيت كتاب على تاريخ المستشفى اللي هو كان يشتغل فيه بالقدس، وعن جديد يعني هلا من اخر جمعتين هالكتاب، وكاتبين عليه انه الياس دواني كان عم يشتغل بالمستشفى بالقدس ب 48 وخطفوا الصهاينة وقدروا يشيلوا يطلع بعد 6 شهور، ويمكن من كم سنة بعد توفى بعمان. بس أكتريت عائلتي بعمان. أنتوا يعني عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية صح؟ يعني أنت ولدت وتعيش في أمريكا.
ليش لماذا هالقد يعني تاريخ العائلة غير واضح، يعني غير مفهوم، أنه لم يتم تناقل الأخبار بين أجيال العائلة أو تاريخ العائلة؟ يعني نحن العائلة تقريبا فرطت 48. نحن بعرف لما بحكي مع بي بسأل أنه أولاد عمك تعرف عنهم، بيقول ما كنا نعرفهم لأنه هن لما ب 48 لما أهلهم صاروا بعمان كثير عن بكير نقلوا على أمريكا، فهن كانوا عايشين بأمريكا من زمان. أنا أهلي كانوا بلبنان، يعني شوي قبل ما أنا خلقت نقلوا على أمريكا، فكان في كثير ما كان في كتير علاقة مع العائلة من بعد 48. ما حدا بيعرف شيء عن واحد تاني، ما حدا كتير بيعرف على العائلة غيره، لأنه كلهم كانوا ويرليش. كمان غريب أنه كلهم كانوا عايشين بنفس البيت بحيطة، يعني كلهم عايشين بنفس البيت برفيد يعني. بس من وقتها الناس مع عائلتنا شحتوا من بيوتون، لما الناس ما جدي توفى ولما خيو توفى قصص راحوا، واني توفوا عن صغار كان عمرهم ثلاثينات أربعينات. فبهالوقت لما كانوا لاجئين وتوفوا أولادهم بطلوا يعرفوا بعض. تعرف يعني رمزي عن جد هذه أحد نتائج هذه النكبة، أنه شتتت عائلات بأكملها. يعني أنا قرأت بالكتاب أيضا قصص أنه ناس فكروا أنه إخواتهم توفوا بعدين رجعوا اكتشفوا انه لا بعدهم عايشين. فدائما يعني ما حدث من قصص مأساوية للعائلات الفلسطينية التي اجبرت على ان تترك منازلها فعلا يعني يدمي القلب. هنا عظمة العمل بتجميع الارشيف ديما الذي قمت به، هل كان صعبا التواصل مع ال 48 قصة؟ يعني انت وضعت كتابا 48 قصة، يعني مثل 48 نفس العام النكبة. هل كان صعبا أن تجدي تلك القصص وتجمعيها وتتواصلي مع الناس؟ هلا لا، أنا خلينا نبدأ بالأول. لما أنا حطيت على الإنستغرام تبعي قلت رجاء إذا أي حدا عنده قصة تهجير رجاء إنه يعبي هذا الفورم، عملت فورم بسيط جدا وطلبت من الناس إنه يبدوا يكتبوا قصص التهجير تبعتهم، ولكن جاني كم هائل من هذه القصص، فبديت أنا أقرأهم ولاحظت كان في تفاوت كبير بين القصص. في ناس كان بس عم بيطرح حقائق، في أشخاص بس ركزوا على ما حصل بعد التهجير، في أشخاص ركزوا على ما حصل قبل التهجير. فأنا صفنت بهذه القصص وقلت لا، أنا لازم، لأنه هذا كتاب فلازم يكون فيه هيك تسلسل، لازم يكون كل قصة مختلفة ولكن لازم يكون فيها أكنه حقائق أو بعض المعطيات الموجودة بكل القصص. فرجعت كل القصص وبدأت أنا وزميلتي نهلة، بدأنا نقول أوكي جميع القصص لازم يكون مكونين من مثلا نقطة التهجير، أي مدينة التهجير، كيف تهجرتوا، هل تهجرتوا بأنفسكم ولا مع عائلاتكم ولا مع جيرانكم، كيف ذهبتوا من نقطة ألف إلى نقطة باء، ماذا كانت مهنتكم. عشان أنا كان هدفي من هذا الكتاب إنه أنا دائما بسمع على الأخبار إنه مثلا 30,000 فلسطيني أصبح مثلا شهيد أو 20,000 مصاب فلسطيني. دائما نحكي عن الفلسطينية بالنسبة لي بالأرقام، ولكن كان هدف هذا المشروع إنه إحنا نرجع الإنسانية لهذه الأرقام. كيف نرجع الإنسانية؟ لازم نحكي نتذكر إحنا إيش كانوا هواياتهم، إيش كانوا مهنهم، إيش كانت مشاعرهم اتجاه بلدهم، اتجاه عائلتهم. فأنا بس أخذت هدول تقريبا أكثر من 60 قصة بالأول، رجعت تواصلنا مع الأشخاص المؤلفين وقلت لهم اسمعوا بدكم تراجعوا قصصكم ولازم تكتبوا لي 1, 2, 3, 4. عملت لهم هيك زي كأنه جدول وحطينا الأشياء المعطيات المطلوبة. فلما حطينا هيك المهم هون لانا أنه ما بتقدر تصدقي قدير في أشخاص راحوا على رحلة بحث وصاروا يتواصلوا مع أعمامهم وأجدادهم وأشخاص من العائلة صار لهم سنين مش متواصلين معهم،
وصاروا يكتشفوا انه احنا كنا مفكرين قصه تهجير تاعتنا واحد اثنين ثلاثه، ولكن اكتشفوا زي ما انت حكيتي في اشخاص اكتشفوا انه كان عندهم اعمام ولكن للاسف توفوا على الطريق، في اشخاص اكتشفوا انه في تفاصيل معينه عن 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 حياه ابائهم وامهاتهم ما كانوا يعرفوها. كان الناس اللي اكتشفوا انه امهم اكشلي اشتغلت كمثلا ممرضه بمستشفى لفتره، اشخاص ثانيين اكتشفوا انه مثلا ابوهم كان مثلا بيعمل موسيقى، فكان لما تهجروا صار يلعب بالموسيقى على الطريق عشان الأطفال ما يبكوا، فاكتشفوا تفاصيل. وهذه هي أهمية I think للمشاهدين، حتى لو مش رح تكتبوا قصة تهجير أهلكم بقصة أو بكتاب، ولكن طرح الأسئلة لأجدادنا ولأبهاتنا ولأجداد أجدادنا كثير مهمة عشان إحنا نقدر نحكي عن تاريخنا. ما نخلي حدا يحكي عن تاريخنا عنا، إحنا نحكي عن تاريخنا، نحكي عن قصصنا، إحنا نوضح للعالم الواقع والحقائق اللي عم بتصير واللي صارت بفلسطين. تعرفي ديما، الآن أصبح الوعي أكبر تجاه ما تقولينه. نحن ضروري هذه، لأنه ب 48 ما كان في ولا تلفزيونات لتوثق، ولا كان في مؤرخين يمكن العدد مثل ما معروف اليوم، ولا كان في سوشيال ميديا ولا شيء، فدائما الحقيقة تؤخذ من الأفواه، وهيدي أهمية التاريخ الشفوي، يعني يتم تناقله عبر السنوات. وبما أنه الناس التي عايشت النكبة يعني عم بتبلش أعمارهم تنتهي، فضروري أنه يكون في هذا الموضوع. هلأ كيف إذا ما زال وصلك هالقد قصص، على أي أساس اخترت 48 قصة؟ يعني شو المعيار أنه هاي القصة يجب أن تدخل إلى الكتاب؟ أول معيار شفت هو الجهد اللي انبذل عشان تنكتب القصة. أنا كنت عارفة إنه هذا المشروع رح ياخد كتير جهد من المؤلفين ومني، وكان بدي ناس مستعدين يتعاونوا معاي على السرعة اللي أنا بديها، لأنه عملنا هذا الكتاب بتقريباً 4 أشهر. فكان أول معيار إنه قدي بذلوا جهد يعطوني التفاصيل من أول مرة، فهذا كان أول إشي. ثاني إشي، أنا كان بدي أوضح إنه فلسطين دولة فيها يعني ثقافة، فيها أديان، فيها تفاصيل، مش كلها بس بالقدس، مش كلها بس بغزة. فكان كتير مهم لإلنا إنه إحنا نحط قصص تهجير من مدن مختلفة، فقررنا إنه ننقي 13 مدينة تهجير. وثلاثة، كان كتير مهم لإلنا كمان نحط إنه وجود ديانات مختلفة، لأنه مش بس في مسلمين بفلسطين، كان في مسيحيين بفلسطين وكان في يهود بفلسطين، فكان مهم لإلنا نكون في كمان قصص موجودة بتعبر عن أو بتمثل هدول الأشخاص. وكمان بدنا كان يكون في قصص مش بس من الأب، كان بدنا نوضح إنه من الجد وجد الجد، عشان هيك أنت بتلاقي بكل القصص إحنا بنبناها بنفس الطريقة، هذه قصة مثلاً جدي أو جد جدي أو أبي، هيك كلهم بيبدوا وكلهم بنتهوا من تحت، مكتوبة من قبل مثلاً ديما حفيدة أو جراند دوتر زي ما بنحكي بالإنجليزي، أو بنت الشخص. فكان بدي كمان مهم نورجي إنه في الأشخاص اللي هي عم تحكي عن هذه القصص موجودة من أوقات وأزمان مختلفة. حلو، سنتحدث أكثر عن هذه المسألة وأيضاً أكثر مع سهى ورمزي عن حكاية العائلة واكتشاف الهوية. هذا مسألة يعني أحب دائماً أن أسأل عنها، لأنه فعلاً هذه مرحلة هيك تفتح الكثير من الرؤية أمام الفرد الإنسان، لأنه عندما يكتشف هويته يستطيع أن يتعامل مع نفسه بطريقة مختلفة أكثر. فاصل ونعود مشاهدينا. They told us the old would die. And the young would forget. What they didn't know is we can never defeat people who are indigenous to their land. Steadfast in their belief. People who choose love. People who teach life. People whose grandparents once told them, we will return. مساء الخير من جديد، نعود إلى نون النضال مشاهدينا. اليوم نتحدث عن كتاب جدا مهم صدر خلال يعني فترة هذه الحرب، هذه الإبادة في غزة، من خلال كتاب ومساهمين كتاب فلسطينيين ليتحدثوا عن تاريخ أجدادهم وعن النكبة في 48 قصة مخصصة للعائلات الفلسطينية التي هجرت
من عام 48 طبعا مع ضيوفنا ديما العالمي التي هي صاحبة الفكرة وأيضا سهى الخطيب ورمزي دواني. سهى سأعود إليك. أنت أفترض أنه تاريخ العائلة كان واضح بالنسبة إليك منذ أن كنت صغيرة صح؟ أو كان في يعني بعض الأمور التي اكتشفتها عندما أصبحت ربما في عمر أكبر؟ أريد أن أعرف هذه لحظة الاكتشاف الهوية، اكتشاف تاريخ العائلة، اكتشاف ما معنى اللجوء، أنه أنت أردنية أوكي بس أنت أيضا من أصول فلسطينية. مزبوط. هلأ إحنا يعني سيدي كونه كان أمين القدس فنحن عنا كتير يعني من سيدو جورنالز مذكرات كتير رجعنا لها أنا وبابا من لما ديما رجعت تحكي بالموضوع، يعني لما فتحت موضوع القصة فرجعنا لإلها، رجعنا نقراها أكتر أنا وبابا، اكتشفنا أشياء كتير. كان سيدو يكتب كتير كتير تفاصيل صغيرة يعني لدرجة شو شرى شو كذا من وين يعني كل إشي. فهاي أشياء رجعت لنا ذكريات ورجعت لأبوي ذكريات والعمامي ذكريات. هلأ نحن طول عمرنا يعني بقعداتنا وبهيك بالبيت مع الجمعة مع العائلة دائما نحكي عن القدس، نحكي عن بيوتهم، عن عندهم إيش، عندهم دكاكين إيش، عندهم أشياء طبعا. فكل إشي يعني من أنا وصغيرة بسمع عنه. كبرت ودرست سياسة طبعا، كان مش إنه أنا جعبالي أدرس بس راح يعني هيك طلع لي وقتها، بس داخليا فعليا أنا بحب هذا الإشي. اكتشفت واكتشفت إن بحب يعني بحب إيش سيدو عمل، بحب أرجع أحكي وأعيد في اللي عمله سيدو. كانت هاي كتير فرصة حلوة لإلي مع ديما طبعا. اكتشفنا أشياء يعني عن سيدو عن تيتا حتى يعني ما أكثر شيء يمكن اكتشفتي سهى وكان هيك مؤثر أو ملفت بالنسبة لك؟ صراحة لما قريت سيدو كاتب لما تم إبعاده، لما أبعدوه كيف كان شعوره لما ترك البيت وإجى على عمان، وكيف كاتب شعور إنه أنا كتير يعني من جوا مكسور متضايق إنه كيف ترك البيت بس رح أرجع أكيد، وضل يستنى يرجع لغاية يعني لغاية 94 لما توفى طبعا. قبل ما يتوفى بسنة هو بال93 تم إرجاعه، كان يعني هو من ضمن قائمة المبعدين 30 فلسطيني مبعد تم إرجاعهم على القدس. فكانت هاي المومنت لما هو كتب لنا، يعني كاتب المذكرة تبع كيف شعوره لما دخل على القدس. أول إشي عمله دخل وراح على الأقصى صلى فيه، شعوره غير شكل كان لما راح على البيت، إنه أغراضه موجودة طبعاً، كل هاي الأشياء يعني الشعور كان حلو كتير. هاي رجع البيت سهى بيت العائلة، مش إنه هو لما سيده ترك، عشان أوضح بس، لما ترك ما بيت ملك بفلسطين أبداً ولا بالقدس، دائماً بالإيجار، بس سكره وضل يدفع الأجار تبع البيت لغاية ما خلص حس إنه مستحيل يرجع. قرر إنه كل العفش يعني، والهاد طبعاً حكى لأخوه، أخوه ضل موجود بالقدس، إنه ياخده. فلما راح طبعاً استأجروا له بيت تاني بس إنه أغراضه عند أخوه. فكان شعور يعني حلو لإله هو، بس بنفس الوقت كان طبعاً نفسه إنه يضل أكتر، هو بس شافها سنة واحدة بالآخر. هذا كان أكتر إشي. وكمان إشي تاني تيتا، إني عرفت إنها كيف اعتقلوا، يعني تيتا اعتقلت كمان أيامها في 68 بنفس فترة إبعاد سيدو، اعتقلت مع سيدات فلسطينيات شو اسمه، تم الحكم عليها بثلاث أشهر. كيف يعني لما كانت توصف لنا، أنا بتذكر تيتا تقعد تحكي لنا مثلا كيف إنه بالسجن كانوا يعملوا معها كيف كذا، أتأثر كتير في هذا الموضوع. ومن ثم لما حكموا عليها طبعاً ولا سبب ولا أي شيء، بعدين بعد مظاهرات وتدخل الأمم المتحدة وهيك تم الحكم عليها بس 15 يوم، فهي قضت فعلياً 15 يوم بالسجون يعني الإسرائيلية، ومن ثم طلعت يعني لأولادها، أولادها
الصغار اللي بالبيت، يعني 8 سنين و17، عمتي عمرها 17 سنة. بابا وعمي كانوا برا، بابا بدرس برا، عمي بيشتغل برا كان، وسمعوا عن الإبعاد وهم برا، يعني ما كان في طبعا هاي الإنترنت وهيك، بتعرفي كيف الوضع زمان، فكان كتير صعب عليهم. يعني هو أنا بعرف هاي القصص بشكل عام، بس بهاي القصة اللي كتبناها تعمقت أكتر بالدايريز، بالمذكرات تبعين. اليوم القصص مختلفة، يعني سهى مطلعة على تاريخ العائلة وموجود عندك كل الأرشيف، إنما رمزي أنت يعني تبحث في المجهول. كلما وجدت معلومة أكثر صار عندك حشرية أكبر لتعرف أكثر رمزي؟ نعم، يعني كمان أنه كل ما كنت أتعلم شيء بلاقي، يعني أنا أول شيء لما بلشت لاقي تاريخ العائلة وعلى هول القصص كنت روح أسأل عمي أو أسأل لبي أو أسأل أولاد عم بي، بشوف شو هن بيعرفوا وشو معقولة إذا هن سمعين هول القصص أو لا. وفي إشي كتير يلي العائلة تأثروا لما تعلموا عليهم كتير، مثلا لقيت كان في واحد رجال ألماني اللي كان يروح على فلسطين، كان يشتغل بالكنيسة، ومن كم سنة ترجموا كتابه من ألماني على الإنجليزي، وعنده 25 صفحة عن جده لبي كيف تعرف عليه بنابلس، وراح معه على حيفا، يعني بلشنا نتعلم على جده لبي، وبي كتير يتأثر منه سامع شيء. طب رمزي أنت كيف كنت تعرف عن نفسك؟ يعني كنت تعرف أنك فلسطيني؟ شو كنت تعرف أصلاً عن فلسطينيتك؟ لما كنت صغير أنا أمي لبنانية وبي تربى بلبنان وهو خلقين بعمان، فدايماً كنا نروح على لبنان نشوف عائلتنا بلبنان، وكنت حس حالي يعني لبناني، كنت أعرف شوي أني فلسطيني. لما كنت صغير كان أكثر شيء أهلي علموني على العدالة للإنسان. بي دايماً بخبر قصة أنه لما كان عمري 7-8 سنين كنت أقول الـPalestinians، أنه لازم أقول الـPalestinians، ما أني عارف الفصل مزبوط. وهون بأمريكا في كتير مشاكل مع العالم اللي كانوا عايشين هون قبل ما أجي العربية، ومع سعودي أمريكا في كتير ظلم، فكان كتير القضيات كانوا كتير مهمين لي. ومن بعد 2001 بأمريكا كان كتير عنصرية ضد العرب، فصرت أتعلم شوي إشياء أكتر. بس دايماً أنا كنت أحس إنه حتى لو يمكن جدي فلسطيني، يمكن لما كنت أصغر كنت أحس إنه يمكن ما اللي حقه عن حالك، كنت عايش بأمريكا كل شيء اللي بشتريه الضريبة عليه بروح للكيان الصهيوني وبروح للظلم، وبحس إنه بعيد يمكن ما اللي حق. بس قد ما اشياء تعلمت عن عائلتي صرت احس كثير اقرب، لانه دائما يعني قضيه فلسطين قضيتي طول العمر، دائما كقضيه كحقوق انسانيه، بس ما بحس حالي انه انا خصني بالموضوع شيء. حتى لما ديما حطت على الانستغرام ضد القصص، مرتي بعثت لي انه بعت حط اسمك، واول شيء قلت انه لا، في عالم كتير أقرب، مش خاصني أنا حتى اسمي. بس يعني بآخر 6 شهور تعلمت كتير أشياء عن عائلتي، وعن جد بحس كتير أقرب شخصيا. شو مهم كلامك رمزي، ما بتخيل قدي، لأنه أنه حتى الفلسطيني في خلال على بشاعتها هذه الإبادة، بس أوكي العالم أصبح يعرف أكثر، وهذه هذا مسألة مهمة يعني، بس كمان الفلسطيني أصبح أنه أقرب إلى أرضه وإلى قضيته من أي وقت مضى. كتير مهم اللي قلته صراحة، يعني أول مرة صراحة أنا بحكي عن هذا البعد أو بسمعه من شخص، من أي من إنسان فلسطيني عم يحكي أنه أصبح أقرب إلى قضيته في هذه الظروف. كمان أنه بنتي عمرها 2.5 سنين هلا، وهي صرت كمان حس أنه بديها هي تعرف على القضية وهي تتعلم على الأشياء اللي
ما كنا نعرف لما انا كنت اصغر على عائلتي، لانه اهلي طبعا جربوا قد ما فيهم، بس ما كان في كل هالاشياء على الانترنت. ما كان ما تلاقي هالكتاب اللي ترجم من الماني للانجليزي على مدري اي ويب سايت، تلاقي ما كان صحيح موجود. صحيح، لهيك ديما الكتاب كتبتيه في اللغه باللغه الانجليزيه. صح. سو انا كان اول إشي، انا بتعرفيني لانا يمكن لغتي العربيه مش مثاليه، لاني تعلمت للاسف بكل حياتي باللغه الانجليزيه، ولكن انا كثير بحب اللغه العربيه، ولما اكتب كتب اطفال بكتب باللغه العربيه لانه بدي احبب اطفالي باللغه، فانا كثير فخوره بلغتي العربيه. انت احد مهماتك على السوشيال ميديا انه تعلمي النساء الامهات يكتبوا كتب للاطفال باللغه العربيه. صحيح، مهم انه نقولها يعني. بالضبط. فلما اجيت انا اعمل هذا الكتاب اول، وخصوصا بالمشاعر اللي كان عندي اياها اتجاه الاباده اللي عم بتصير، كان بدي اكتبها باللغه العربيه، وكنت كثير عاطفيه عن الموضوع، اكيد مش رح يخلونا ننسى لغتنا. بعدين قعدت مع نفسي وتاملت وقلت انا شو هدف هذا الكتاب. وانا قررت هذه القصص لنا، احنا صح عم نتعلم اشياء جديده عن اهلنا وعن اجدادنا، ولكن احنا هذه القصص لو إنك فلسطيني أو عربي منعرفها، سامعين عنها، ولكن أنا الهدف مني إنه أنا كان بدي أفهم العالم الإنجليزي أو المتحدث باللغة الإنجليزية إنه تاريخ فلسطين لم يبدأ في سنة 2023، تاريخ فلسطين بدأ من زمان، وسنة 48 هي نقطة تحول بالتاريخ الفلسطيني. فكان بدي أنا العالم يعرفوا إنه إحنا، غير إنه إحنا إنسان زيهم، عندنا مشاعر، عندنا مهن، عندنا قصص حب، عندنا كل شيء، ولكن الأهم من ذلك إنه تاريخنا لا يبدأ بأكتوبر، بسبعة أكتوبر، تاريخنا يبدأ كثير من زمان. أو حتى العنوان 48 قصة تهجير، أتمنى إنه هذا بيخلي الإنسان يصير فضولي أكثر ويصير يطرح أسئلة عن فلسطين. هذا هو هدف الكتاب، إنه إحنا نطرح أسئلة ونبحث ونضلنا نبحث لحد ما نوصل للحقيقة. كم شخص اشتغل بالكتاب معك ديما؟ عديتي. أنا كثير فخورة أحكي الصراحة، ودائما بحكي إنه هذا، نعم يمكن أنا جت الفكرة معي، بس أنا هذا المجهود أخذ من 60 شخص ليصير هذا الكتاب، ودائما بحكي هذا عمل اجتماعي أو مجتمعي، a community project. على فكرة بدي أقول شغلة، يعني 60 شخص ومجهود أربعة أشهر، وأنتوا ما تقضيتوا ولا أي صفر مال، يعني كله كان عم تقدموه مجاناً، والكتاب كله كان ريعه وما زال يعني ريعه. ونحن هون يعني أنا أشجع الناس أنه يشتروا الكتاب، مش بس لأنه لازم يكون عندهم هكذا كتاب في مكتبتهم في منزلهم، إنما أيضاً لأنه كل ريعه يذهب إلى PCRF، ما بعرف كيف ترجمتها بالعربي للجمعية. صحيح. سو انا هون نقطتين كثير مهمين لنا. اول نقطه انه انا رفضت اشتغل مع اي شخص بده تعويض مادي للعمل هذا. انا هذا العمل هو تاريخ اجدادنا، الاحتفال بالثقافه الفلسطينيه والتقاليد الفلسطينيه. فكل المؤلفين، وانا مشكوره لاشخاص زي سهى وزي رمزي اللي بذلوا كل جهدهم ووقتهم لهذا الموضوع عشان يعطونا القصص. ولازم هنا المشاهدين يعرفوا ما كانت بس مره القصه، يعني عندي تشات بيني انا وسهى يمكن مليون سؤال فيه. مع سهى اذا عم بتراجع مذكرات جده، يعني مينيمم يكون عندك هالقد. وانا لانا يعني كمان نحكي قصه حلوة، أنا أحد المتابعين تاعوني على إنستغرام على فكرة تواصل معي وقال لي أنا اشتريت كتابك، أنا ما بعرف هذا الشخص، وقال لي أنا قريت قصة عن شخص اسمه روحي الخطيب، وقال لي أنا بس بدي أقول لك إنه أنا عندي أشياء من، إحنا كان عندنا مخبز، ولقيت بالمخبز عندي ريسيت موجود عليه إنه إحنا ماخدين ما يساوي 3 دنانير من شخص اسمه روحي الخطيب. فأنا دغري تواصلت وبعت لي صورتها من سنة كانت سوها I think من 64 بعتقد 2-2-64، وهذا تخيل مخلي الريسيت تاعه هذا والفاتورة وموجود اسم روح الخطيب. فرحت بعت الصورة لسوها وقلت لها سوها في واحد من متابعيني بعت لي هاي، وهي سوها راحت وطلعت على مذكرات جدها وأكتشلي لقت المكتوب إنه روح الخطيب دفع 3 دنانير شك
لهذا المخبز. فهاي الانتركونكتدنس ما بعرف لا نظبتي لي هاي اللغه العربيه بتاعتي. تواصل في صار في تواصل شبكه تواصل بين كل هيدا اللي بدي اسال عنه. هلا ديما بتعرفي احنا من بدايه الحلقه انا اسال يعني سهى ورمزي بس انت عندك قصه انت كمان يعني عندك قصة متشابكة مش بس فلسطينية عراقية وإلى آخره. بدي أحكي عن قصتك الشخصية بس أختم فيها. بس كتير حلو هيدا التواصل اللي صار بين الناس، يعني بتحسي كأنه فعلا الفلسطينيين بعد مواقع انتشار مواقع التواصل صار هيك الوصول للمعلومات أسهل والتواصل مع الناس أسهل، عم بيقدروا يرجعوا يتواصلوا مع بعض. سهى خبريني في ناس مثلا اكتشفت أقرباء لإلك هيك إشياء عم بيقولوا لي انك دمعتي، انا ما كنت عارف شو ليش دمعتي ليش؟ ما بعرف، انا هيك موضوع سيدو كثير بتاثر فيه، بتاثر كيف يعني كيف هيك عم نلاقي اشياء قديمه وبحزن، ما بعرف كثير ايموشنال انا. بس هو موضوع سيدو كيف تم، بقدر احكي لك كيف تم ابعاده قصته، يعني كيف أبعدوه، كيف شو اسمه. حكيلي حكيلي. طبعا نحن يعني هيدي القصة للحكايات اللي هي عن عن الكتاب كله حكايات، ونحن عم نجرب هيك نقرب شوي الكتاب من المشاهدين. هو بسبعة ثلاثة سنة 68 توجهت الشرطة الإسرائيلية لبيت جدي على الساعة 3 الصبح وقاموا باعتقاله طبعا وجود زوجته ستي زائدة وولاده اثنين، واخذوه على اساس انه رح يرجعوه، بس هن اخذوه طبعا وساقوا فيه لأريحة وحققوا معاه 4 ساعات هناك طبعا، وقاموا بتوقيفه بتهم طبعا باطلة، وبعدين قروا عليه مذكرات بالعبرية، ومن ثم حطوه بالسيارة وودوه على جسر الملك حسين وقالوا له إنه يعني أمروه بالمشي للاتجاه يعني للجهة. ووقتها تيتا ما عرفت إنه أبعد إلا عن طريق الراديو. زوجها أبعد إلى عمان وظلت سنتين ما تشوفه، طبعاً تقريباً سنتين ما شافته. فهي كانت بالقدس وهو بعمان، وزي ما حكيت لك انه بابا وعمي كانوا برا. نعم. وبرضو عرفت عاد بعرف سهى، عفوا بس عم على المقاطعه بس لانه بدا الوقت ينتهي، بس بتعرفي انت وعم تخبري يعني قصه ابعاد جدك نفس القصص عم تتكرر يعني لليوم من 48 لليوم من 67 ايضا، يعني عم تتكرر نفسها مع الأجيال الفلسطينية المتلاحقة. رمزي صار في عندكم تواصل هلأ مع العائلة؟ يعني في ناس بلشت مثلا اكتشفت عندك أقرباء وهيك صرتوا رجعتوا تحكوا مع بعض؟ ايه بلشنا نرجع نحكي مع بعض وصرنا عم نتعرف حتى على السوشيال ميديا وهيك انه بدنا نبعث عم نشوف، لانه كمان في كثير اشياء اللي ما كنا عارفينه. زي جدي كان عنده خي كبير اللي توفى لما كان عمره 17 سنه، ما حدا كان عارف انا القصه الا من كم سنه. انتوا قصه عائلتكم الغاز يعني عن جد مش معقول. صح كثير اشياء، صح كثير اشياء هيك، وشفنا انه بي بنت ابن خالته بعد عايشه في فلسطين، يعني هي توفت 2020 بس ولادها بعدهم عايشين بفلسطين بالضفه. فهلا على السوشيال ميديا عم جد حلو صلوا له هذا يدل على انه لا تستطيع اي قوه في العالم، وهذا يعني مؤكد عبر التاريخ ولا يحتمل اي نقد او اي جدل، لا تستطيع اي قوه في العالم ان تبيد شعبا لو شو ما عملت، ولو قد ما استشهد ولو قد ما قتلت لا تستطيع أن تبيد شعبا بالكامل. وهذا دليل على أنه من 48 لليوم الأجيال والأحفاد ما زالوا عم ينبشوا بقصص عائلاتهم وأهلهم وأجدادهم وبيرجعوا بيحيوها وبيعلموا أطفالهم عن هويتهم. ديما العمل اللي عملتيه كبير عن جد، وأنا أعلم أنه
ليس الدافع فقط ما حصل في 7 أكتوبر، أنت لديك جرح في العائلة يعني كبير أيضا نتيجة التهجير. أريد أن أعرف قصة عائلتك. قصة عائلتي، أنا دائما بحكي أني أنا عربية صراحة، لأنه أنا أمي من أصول عراقية، أمي عراقية إجت على الأردن قبل 30 أكثر من 30 سنة، تقريبا 40 سنة هلأ، ووالدي من أصل فلسطيني ولكن ولد بالأردن سنتين بعد التهجير، وأنا عشت كل حياتي بالأردن ودرست بلبنان. فأنا حقيقة شخص كيف نحكي confused من ناحية إيش هويتي، ولكن أنا بعرف أني أنا إنسان عربي. أنا جدي تهجر من القدس بال48 وجدتي كمان، جدتي أصل عائلتها من غزة، ولكن لو أبوي بسمعني وبحضر هاي بقول لي أنت لازم تحكي دائما أنت من فلسطين، ما بفرق أي مدينة أنت من فلسطين، لأنه كل شخص تهجر أو ما تهجر من فلسطين بال48 اتأثر بأحداث ال48. وأنا مؤمنة تماماً، يعني أنا لما صار في زلزال بتركيا وسوريا بعتقد قبل سنتين أو قبل سنة، أنا يعني حطيت كل الإنستغرام والسوشيال ميديا تاعي عن هذا الموضوع. أنا لأني بحس لأنه أجدادي اتهجروا من الجهتين، ودائماً عندي هذا الشعور بالذنب، هل أنا فلسطينية كفاية؟ هل أنا أردنية كفاية؟ هل أنا عراقية كفاية؟ ما بعرف. فأنا دائماً بحس بتأثر كتير بأي شيء إنساني بيصير لأي شخص. فهاي هي قصة أجدادي، يعني أنا قصة جدي. كل حدا قال لي ديما ليه ما حطيتي قصة جدك، وعن جد فكرت فيها، ما بعرف ليه ما حطيت قصة جدي، بس اللي بعرف وكان عندي هيك شعور جوا قلبي إنه أنا لازم أعطي مساحة لأشخاص فلسطينية يحكوا عن قصصهم، قصص التهجير تاعتهم. وما عن جد ما بعرف ليه ما حطيت قصة جدي، مع إنه قصة بعرف من ستي كيف كانوا مشيوا على أقدامهم وصاروا يأكلوا بطيخ، إشر البطيخ لأنه كانوا عندهم شعور بالعطش. بس الشعور اللي كان بداخلي إنه أنا لازم أخلق مساحة للفلسطينيين إنه يحكوا قصتهم. رائع جدا، يعني المساحة التي خرجت من هذه المعاناة كانت فعلا مهمة جدا و ستبقى للأجيال الجديدة. يعني أنا أعطيت الكتاب لأولادي كمان ليقروا، يعني كتير سهل قراءته، خاصة أنه هاي الأجيال يعني للأسف تقرأ أكثر باللغة الإنجليزية، فمن الجيد أنه حتى نخاطب الأجيال العربية يلي بتحب تقرأ باللغة الإنجليزية أنه نحكيهم بهذه الطريقة البسيطة أو يقروا بهذه الطريقة البسيطة. عندي سؤال سريع لكم، هو سؤال موحد ولأنه بقي فقط دقيقة. يعني رمزي، شو حلمك؟ حلمي تحرر فلسطين، بس بقول إنه حلمي هيك بس مش حلم زي هيك صحيح اللي جاي عن قريبا، فحلمي بي يرجع على بيت بي. حلو. صحة، شو حلمك؟ حلمي تتحرر فلسطين، وإني أروح أنا وأهلي نعيش صراحة، نرجع على فلسطين وعلى القدس إن شاء الله. ديما، شو حلمك؟ حلمي لأنه حلم إنه العالم تعرف حقيقة تاريخ فلسطين، هذا هو الحلم، لأنه الحلم عادة ما بتحقق، لأني أنا بعرف أنه رح تتحرر فلسطين وهذا الشعور موجود بقلبي، بس الحلم أنه كل العالم تعرف إن شاء الله يا رب تاريخ فلسطين الحقيقي. إن شاء الله هذه الأحلام تتحقق ديما، خاصة حلم التحرير، نحن نؤمن بذلك ونعرف أنه المسار التاريخي الطبيعي لأي قضية إنسانية الشعب لا يتخلى عنها هو مسار تحريري في النهاية مهما طال الزمن. شكرا لكم جميعا، ديما العلمي، سهى الخطيب، ورمزي دواني على هذه الحلقة الجميلة المؤثرة فيها كثير من الحنين عن قصص 48، عن حكايات الأجداد، عن الحكايات الحقيقية، عن التاريخ الحقيقي لهذه الأرض ولهذا الشعب ولهذا الوطن الذي اسمه فلسطين. شكرا للمتابعة ومشاهدينا أيضا لكم لحلقة نون النضال. إلى اللقاء.